الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مدينة ترسان تعرض للقصف من الطيران الحربي والمروحيات. الله أكبر. 25/9/2012 مدينة الرستة. الله أكبر الله أكبر. نظام الأسد يقوم بتدمير البيوت بهذه البراميل. الله أكبر الله أكبر. هذه حال مدينة الرستة. مجازر بشكل يومي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله. تعرض مدينة الرستان للقصف وبشكل يومي. 25/9/2012 مدينة الرستان.